هذه مسألة من كتاب تفاعلات كيميائية. إذا تقول المسألة، نفترض أننا نريد معرفة الإنثالبي، إذا التغير في الطاقة الكلية لتكوين الميثان CH4 من الكربون الصلب مثل الجرافيت هذا هنا وغاز الهيدروجين. إذا نريد معرفة التغير في الإنثالبي في هذا التفاعل، كيف نحصل على الميثان؟ كم هي الطاقة الممتصة أو المنطلقة عند تشكيل الميثان في التفاعل للكربون الصلب على شكل الجرافيت وغاز الهيدروجين؟ إذا يخبرنا أن التغير في الإنثالبي لهذا التفاعل لا يمكن أن يقاس في المختبر لأن التفاعل بطيء جداً، وفي العادة إذا استطعت قياسه سيكون لديك هذا التفاعل وسترى كم هي الحرارة أو ما هو التغير في درجة الحرارة للمحلول المحيط، ويمكن أن يحدث هذا ببطء شديد بحيث صعب أن تقيس تغير في درجة الحرارة أو لن تقوم به بطريقة مفيدة، لكن تستطيع بكل الأحوال أن تقيس التغير في الإنثالبي المحتوى الحراري لاحتراق الكربون والهيدروجين والميثان. إذن معطى لدينا تغيير في الإنثالبي لكل من تفاعلات الاحتراق، احتراق الكربون، احتراق الهيدروجين، واحتراق غاز الميثان، ومطلوب استخدام هذه المعلومات لحساب التغيير في الإنثالبي لتشكيل الميثان لهذه العناصر. إذن في أي وقت ترى هذه الصيغة أو الوضعية حيث معطى لديك الإنثالبي لعدة تفاعلات ويطلب إيجاد الإنثالبي للبعض الآخر من التفاعلات، والتفاعلات الأخرى يبدو أنها صنعت من نفس الأشياء، فستفكر مباشرة ربما هذه مسألة في قانون هيس، وقانون هيس ينص إذا كان التفاعل هو مجموع لاثنين أو أكثر من التفاعلات الأخرى، عندها التغير في الإنثالبي لهذا التفاعل سيكون مجموع التغير في كل الإنثالبي لهذه التفاعلات. والآن عند النظر إلى هذا، ويبدو هذا الجزء مربك، كيف يمكن أن تنشئ هذا التفاعل من هذه التفاعلات هنا؟ وما أود عمله، سأبدأ مع المنتج النهائي. إذن سأبدأ مع المنتج النهائي وهو الميثان في الحالة الغازية، وعند النظر إلى كل هذه المعادلات هنا لدينا احتراق الميثان. إذن هذا متعلق بالميثان، لذا لنبدأ مع هذا، لكن هذه متعلقة بالميثان لكن كمواد متفاعلة وليس كمنتج، لكن ما يمكن عمله هو قلب هذا السهم وكتابته كمنتج ميثان. إذن إذا كتبنا هذه التفاعلات ونقوم بقلبه، إذن الآن لدينا غاز ثاني أكسيد الكربون، لنكتبه هنا غاز ثاني أكسيد الكربون زائد، وسأقوم بهذا بلون مختلف، حسنا، زائد 3 ماء زائد 2 ماء، 2 مول من الماء، من جزيء الماء H2O في الحالة السائلة، ويمكن القول هذا لن يحدث بالشكل تلقائي لأنه سيحتاج إلى طاقة، لكن إذا وضعنا هذه في شكل أو اتجاه عكسي، إذا سرت في هذا الاتجاه سنحصل على 2 ماء أو 2 من الأكسجين، وسأرسمه بلون آخر. إذن 2 أكسجين زائد، وهو في الحالة الغازية، هذا الأكسجين في الحالة الغازية، زائد ميثان في الحالة الغازية، زائد CH4 في الحالة الغازية.
وكل ما قمت به كتبته في معادلة ثالثة، لكن كتبتها بترتيب عكسي. نحن نسير من المواد المتفاعلة إلى المواد الناتجة. عندما نسير من المواد الناتجة إلى المواد المتفاعلة، فإن هذا سيطلق طاقة مقدارها 890.3 كيلو جول، وعند حدوث التفاعل. لكن عند السير بالاتجاه المعاكس سوف يحتاج إلى طاقة إلى 890 كيلو جول. إذن دلتا H سأكتبها بلون محايد. إذن دلتا H للتفاعل الحاصل هنا ستكون عكس هذا. إذن هي موجب 890.3 كيلو جول لكل مول للتفاعل. كل ما قمت به هو عكس هذا التفاعل هنا. الشيء الجيد في هذا، الآن لدي شيء على الأقل ينتهي في الذي نريد أن ننتهي به. هنا نريد أن نصل، هذا ما نريد أن نصل إليه في النهاية. الآن إذا أردنا أن نصل هناك في النهاية، سنحتاج عند مرحلة معينة إلى ثاني أكسيد الكربون، عند مرحلة معينة إلى ماء لنتعامل معه. إذن كيف يمكن الحصول على ثاني أكسيد الكربون وكيف يمكن الحصول على الماء؟ حسنا، هذين التفاعلين هنا، هذا احتراق، التفاعل يعطينا ثاني أكسيد الكربون، وهذا تفاعل احتراق يعطينا ماء. إذن لنكتب هذا، لنعيد كتابتهم هنا، وسأستخدم بعض الألوان. إذن إذا بدأت من الجرافيت، الكربون في حالة الجرافيت، الكربون في حالة الجرافيت أي الصلب في الحالة الصلبة، زائد الأكسجين في الحالة الغازية، زائد الأكسجين في الحالة الغازية سوف ينتج ثاني أكسيد الكربون في الحالة الغازية. سوف ينتج الكربون، سينتج ثاني أكسيد الكربون في الحالة الغازية، ثاني أكسيد الكربون في الحالة الغازية. وهذا التفاعل وعند أخذ الإنثلبي لثاني أكسيد الكربون، ومن ذلك نطرح الإنثلبي لهذه المواد المتفاعلة، سنحصل على رقم سالب. وهذا يعني أن هذا له انثلابي أقل، ويعني هناك طاقة خرجت، لأنه الآن هناك طاقة أقل في هذا النظام. إذن هذا كم الكمية التي أطلقت أو خرجت، لكن التغير في الانثلابي هنا، التغير في الانثلابي للتفاعل هنا، هذا التفاعل الأول سأعيد كتابته، ناقص 393.5 كيلو جول لكل مول، كيلو جول لكل مول. عند حدوث التفاعل، إذن التفاعل يحدث وسيكون ستكون هذه الطاقة المنطلقة، هذا التغير في الإنثلبي. إذن إذا حدث هذا سنحصل على ثاني أكسيد الكربون. الآن لدينا أيضا، إذن سنطلق هذه الكمية من الطاقة، وسيكون لدينا هذا المنتج لنتعامل معه، لكن نريد أيضا بعض الماء، وهذا التفاعل هنا يعطينا ماء، احتراق الهيدروجين. إذن لدينا، لم أقم بعد بالهيدروجين، إذن لنقم بالهيدروجين بلون آخر، سأستخدم الأزرق. إذن هنا لدينا غاز الهيدروجين، أعيد كتابة التفاعل، غاز الهيدروجين زائد نصف أكسجين، نصف O2 بالحالة الغازية سينتج وسيعطينا ماء. إذن سيعطينا H2O، سيعطينا ماء سائل. الآن قبل أن أكتب هذا الرقم لنفكر، إذا كان هذا كل شيء نحتاجه لنعمل هذا التفاعل، لأن هذا يوصلنا
إلى المنتج النهائي، ويوصلنا هذا إلى الميثان في الحالة الغازية، ونحتاج إلى مول، أو يمكن القول جزيء من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا التفاعل يعطينا بالضبط جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون. إذن هذا تحقق، نريد جزيئين من الماء. الآن هذا التفاعل يعطينا فقط جزيء واحد من الماء، إذن لنضرب طرفي المعادلة لنحصل على 2 جزيء من الماء. إذن هذه 2 نضرب في 2، إذن هذا سيختفي، نضرب 2 ضرب نصف ونحصل على هذا، نضع هنا 2، إذن ضربت هذه المعادلة ثانية ب2، إذن ضربت هذا وهذا يصبح 1 وهذا 2، وإذا كنت تفعل ذلك مرتين لأننا ضربنا في 2، عندها دلتا H التغيير في الإنثالبي للتفاعل سيكون ضعفي هذا. لنحسب هذا، الآن ستكون ناقص 285.8 ضرب 2، لأننا ضربنا كل التفاعل في 2، إذن ناقص 571.6، إذن هي ناقص 571.6 كيلو جول لكل مول من التفاعل. الآن لنرى إذا كان المجموع لهذه التفاعلات هو في الواقع هذا التفاعل هنا. ولعمل هذا سأقوم بقص ولاصق الأعلى هنا، لأنه هذا هو الترتيب الذي سنسير فيه، لا داعي لذلك، لكن على أمل أن يجعل الموضوع أسهل للفهم سأقوم بنسخ ولصق هذا. في الواقع سأستخدم قص ولاصق، إذن قص من هنا ولصق هنا، هذا الأول، لنرى ماذا سيحدث. لنرى إذا كانت بعض هذه التفاعلات سوف تنتهي كما هي في هذا التفاعل هنا، لنرى إذا كان بالإمكان حذف هذه التفاعلات والمنتجات، لنرى ماذا سيحدث. إذن هذا ينتج ثاني أكسيد الكربون، ولكن هذا المول أو هذه الجزيئات من ثاني أكسيد الكربون ستستهلك في هذا التفاعل الأخير، إذن هذا ينتجها وهذا يستهلكها، إذن هذه تلغى سويا. هذا التفاعل ينتج وهذا التفاعل يستهلك. الآن هذا التفاعل هنا ينتج جزيئين، 2 من الماء، والآن هذا التفاعل هنا سأستخدم اللون نفسه، هذين الجزيئين من الماء، الآن هذا التفاعل يستهلك هذين الجزيئين من الماء. الآن هذا التفاعل هنا يحتاج إلى جزيء من الأكسجين، وهذا يحتاج إلى جزيء آخر من الأكسجين، إذن هذين مجتمعين هما جزيئين للأكسجين. إذن هذه هي المواد المتفاعلة، وفي النهاية هذه ستنتهي كمنتجات للتفاعل الأخير. إذن هذه عمليا ستدخل إلى النظام، ومن ثم ستترك النظام أو مجموع التفاعلات دون تغيير، إذن تلغي بعضها البعض، إذن هذا وهذا يلغيان بعضهما البعض. ماذا بقي لدينا؟ ماذا تبقى في هذا التفاعل؟ حسنا، لدينا بعض الكربون الصلب على شكل جرافيت زائد 2 مول أو جزيئين من جزيئات الهيدروجين تنتج. كل ما تبقى هناك في طرف المواد الناتجة بعض الميثان، إذن هذا صحيح، مجموع هذه التفاعلات هو بالضبط ما نريده. ما تبقى في الطرف المنتج هنا الكربون الصلب الجرافيت زائد جزيئات الهيدروجين زائد جزيئات الهيدروجين جزيئات غاز الهيدروجين
اثنان من الهيدروجين، وكل ما تبقى في طرف المواد الناتجة هو الميثان. هو الميثان CH4، ما بقي لدينا هو غاز الميثان. إذن هذا صحيح، إنه مجموع هذه التفاعلات، ويجب قلب التفاعل وتغيير الإشارة، ومن ثم يجب ضرب هذا التفاعل باثنان. إذن مجموع هذه يصبح هذا التفاعل، وهو ما يعنينا. إذن هذا مجموع هذه التفاعلات هي التغير في الإنثالبي لهذا التفاعل، وسيكون مجموع هذه هنا، وهذا قانون هس. إذن هذا الجزء المسلي. إذن سنقوم بإضافة هذه القيم هنا. إذن لدينا ناقص 393، لا ليس هذا ما أردت فعله، لنمسح هنا. إذن لدينا ناقص 393 والنصف. إذن هذه الخطوة هي طاردة للحرارة، ومن ثم لدينا ناقص 571.6، وهذه أيضا طاردة للحرارة. وتلك كانت كل تفاعلات الاحتراق والتي هي طاردة للحرارة، ولدينا خطوة ماصة للحرارة عكس للأخريات تفاعل احتراق. إذن زائد 890.3 يعطينا هذا. هذا يعطينا ناقص 74.8. إذن يعطينا ناقص 74.8 كيلو جول لكل مول للتفاعل الحاصل، أو إذا حصل التفاعل سيكون مول كل مرة. إذن ها هو، لقد أوجدنا التغير في الإنثالبي والتفاعلات الطاردة للحرارة بشكل معقول.